احنا نتمنى رفع مستوى المعيشة للمواطن العراقي. صح. هاي وحدة. ثانيا كل الموظفين يعني سلم الرواتب لازم. سلم الرواتب للموظفين. للموظفين. ثانيا المتقاعد يعني هو عاش 30 سنة 40 سنة بالدوائر. سلم 450. وغيره يستلم ندخلنا يعني نحكي. زين احنا مو من حقنا احنا مو عراقيين مو بلد نفط مو من حقنا اقل واحد من عندنا المفروض عنده سيارة وبيت ومصدر رزق مترفش واحد ايش معنى الخليجيين هم شو وقت جت دبي وصارت احسن من عندنا صح وصحيح. احنا بلد تاريخنا الكبير احنا نتمنى هذا صوتنا يوصل امانه حياتي يعني لا عركية ولا هاي بس هذا كل مواطن يسأل هسه كل المواطن هذا كلهم يعرف ويسكت هذا حقهم حياك الله تسلم شكرا خالد ممنون جزيلا